السلام عليكم. اليوم راح نروح ابيات، حط لي على قولتهم ابيات بيت كل بيت. صراحه كان قوي وكان حلو، ما راح اتكلم وايد. شوفوا الفيديو، راح اخذكم جوله في المعرض. شنو تبون موجود؟ اقول لكم خشبان ما ادري شنو موجود. خلينا نشيك نشوف. شارات قيمتهم حلوة رخيصة. بلش يمين ولا يسار؟ روح يمين. طبعا جو حار. طلعوا يلا بطلوا صفحة رقم 5 وقراوا. هذا قسم النموذج حلافه، هذا قسم الزرع الطبيعي او الصناعي، صناعي الاحسن الطبيعي. واو عجبتني الورد هذي. فليب فيز بزاك 10 شوز ا ويك اي بين سو بزاك يال بين بزاك تيكين ذم سيلفيز ان ذا تور شحال مطمز عطني عربي يلقالي تشوف شنو يلقالي ترى شقك شيء صدري عود وما لحق ولنا حطك في بالي بس تك النجد يو اجريلا اي شود بي ان ذا مليون معرض كبير وحلو ويو وانا جو بيج وبراد شنو انا فول لنا صيرت لي فيلا عطني عربي هلا والله هلو بالهمبل والمانجو تعالي خلينا نرقص تانجو بس ويه شوية جانجو راح اجرب شوي سريعا الحين شلون هي ولا ريلا راح تجيني اللي بصور كذي سالفاتكم دقيقة وقت راح تصير ممل بصور بسرعة بعض الارقام انصح الحين دون ولا لا ولا لأن عندك من السيراميك من البيبان من الألمنيوم من الحدايق حق الحدايق وتبي كل شيء عنده ما اصفر يعني مو بس اثاث ديكور وبنيان طبعا البنيان تبني البيت بعد ما تبني تعال هني خلص شغل شطب تشطيب عليه سمعت احد فيهم يقول فلبس ريش شباب بسيطة افكار حلوة راش حساس في السيراميك لو اول امس ناطلع شو لو يعرف شاف حصات حق الشو وش ساكتة حط لك ايديا الحين شلون هي ولا ريلا تبي سالفاتك سؤال ليدي شوف اللي ناقود قولوا الحين هي ولا لا ولا هي ولا هي ولا لا ولا فين تلفوني ولا يا كابتن باد لايك مايكل جاكسون بس مايكل جاكسون بس اثاث يا خالي اثاث يعني اثاث سيراميك مغاسل كل شيء سيراميك ايوه بالضبط السلام عليكم تتشتي سالفاتكم شلون سؤال ليدي شوف اللي ناقود قولوا Follow.
شلون اي ولا ويلا شنو شنو مسعاها حلو سالفاتكم اسعار ما نقول فالأسعار هم معقولة هم ديكورات محلوة يعني ألوان الديزاين تصميم مثلا في القاعدة هذه حلوة مكس بين الفضي والذهبي حتى اللوحة اللي ورا هم يبيعونها يعني ما تشوف شيء ما ينباع هنا اللوحة الزر كل شيء هنا ينباع يعني تقول أبي الغرفة هذه كلها كاملة يعطونك إياها ورا الجدران المراية الأرضية السولية الطاولات الكراسي الزر حتى الثريا كل شيء والبردة بعد طلعوا يلا بطلوا صفحة رقم 5 وقراوا بلش نصير مكس غرف النوم والقعدة الزوالي كانوا أشكال والوان على إيد اليمين اللي بشوفهم فيديو على السريع تبي تشوفون تفاصيل الصور راح تشوفونها بموقع اللي هو جوجل ستريت فيو لان راح ارفعهم صورة صورة راح ارفع يعني وايد صور هناك تقدرون تشوفون الموقف معايا هني حق الفيديو وايد رجعت عدل بالالوان كتيبتهم خشب طبعا
كان جولة سريعة نجمع وايد كبير أبلش يبي في ساعتين إلى ثلاثة بهالمكان هذا بس طبعا عشان تأتيكم بيت بس نصيحت لكم ساعتين ثلاثة ما رح يروحون يا أول رحكم ضايعين لا عدد بس ساعتين ثلاثة بتوفر عليكم راحات حق كلات ثانية مدة أيام أبيات بيت كل بيت تعال هني تعال هني اشتري تبي ورقد معامل شوفكم لا تنسون تبشون صور روح على جوجل ستريت فيو دشوا على كتب أبيات راح يطلع لكم اللوكيشن دشوا عليهم راح تشوفون صور صورة صورة بشكل حلو بشكل أوضح لأن التصوير دائما يكون ثابت يكون أحلى ويعطيكم العافية مع السلامة ولا تنسون تشتركوا